التكية الإبراهيمية للمكان الذي تتواجد فيه لون خاص، فآلاف الوجوه المألوفة التي اعتادت أن تخطو نحوها كل يوم هو ما يميزها. رائحة الماضي وهو ما يفرح قلوب الآلاف من الجوعى والفقراء. بركتها وخيرها الذي يغدق به أهل الإحسان هو ما يزيد من المكان ألفة وتكافل. وجوارها ممن نسب له وقربها منه هو ما يضفي للمنطقة قدسيتها المسجد الإبراهيمي. فكرة وسبب إنشائها إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان عاش في مدينة الخليل طبعا كان مطارد من قبل اللي هم أهل المشركين في العراق، فإجا إلى مدينة الخليل واستقر فيها، وكانت الخليل هي الرافد الرئيسي والحاضنة لسيدنا إبراهيم، وكانت قد أسست اللي هي معاني الكرم المتأصلة في النبي إبراهيم عليه السلام وظلت متوارثة إلى الآن وإلى قيام الساعة إن شاء الله. يواصل الاحتلال من سياسته التهويدية بحق تكية إبراهيم التي ما تزال قائمة لتقديم الطعام للسائل والفقير والضيف ولمن يرغب بالتبرك بخيرات سيدنا إبراهيم. فمن منع الاحتلال لفترات طويلة وصول المواطنين إلى التكية إلى منعه من صيانتها اليوم ليشكل عائقا أمام آلاف القاصدين. زي ما انتم شايفين الوضع، يعني ان حوالي 4 أشهر على هذا الحال، اللي بيطبخ في الشارع بيكون افضل منا، لانه وضع التكيه زي ما بقولها مخزي او مزري، انحاته طمم غبره او ساخ. الاحتلال اجى منعنا الممنوع الترميم، وهذه اكبر عار على اهل الخليل. اذا التكيه بتعمر شيء، إذا التكية بتتعمرش أو بتترممش وبترجع زي ما كانت أول وأحسن. طوابير طويلة تصطف من النساء والرجال والأطفال حاملين ما تيسر لهم من أوعية لينالوا نصيبهم من الطعام، فما يزيد عن 800 عام وهي تقدم الخير للمحتاجين والوافدين لمدينة خليل الرحمن. فهل سيتم طمس معالمها وقتل روحها؟ راضي كرامي لشبكة عروبة الإعلامية، الخليل.